وإلى إقليم البحيرة، حيث عقد مؤخرا وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي أصيل جلسة عمل بالمسؤولين الإداريين بإقليم البحيرة، وذلك بهدف الاطلاع على سير المشاريع التربوية التي دعمتها الحكومة وشركائها من أجل تحسين القطاع ورفع المستوى التربوي. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدود. فور وصوله وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي محمد عصيل إلى مدينة بول حاضرة إقليم البحيرة، وجد استقبالا حارا من قبل سكان المنطقة على رأسهم حاكم الإقليم آدم فرطي والمسؤولين الإداريين والتربويين. وبعيد وصوله وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي عصيل، أقد جلسة عمل مع المسؤولين الإداريين والتربويين ومدراء المدارس التعليمية وأولياء أمور التلاميذ وشركاء التنمية في المنطقة، وذلك بهدف الوقوف على سير العملية التربوية. هذا وقام العديد من المسؤولين التربويين بشرح مفصل لعملية التربية التعليمية في الإقليم والإنجازات التي حققتها الحكومة مع شركائها في إنشاء المدارس وحفر الآبرة الارتوازية وكفالة المعلمين المتطوعين في بعض المدارس الابتدائية في الإقليم. كما تفقد الوزير أحمد غزالي محمد عصيل بعد المدارس الابتدائية والاطلاع على حقيقة ما يجري حول هذه العملية التربوية. وللإشارة، فإن وزير التربية الوطنية أحمد غزالي محمد أصيل طلب من مناديب وزارة التربية وشركاء التنمية في الإقليم مواصلة عملهم الإنساني دعما لسياسة الحكومة الرامية إلى تطوير وسائل التعليم والتربية في إقليم البحيرة التي شهدت مؤخرا اضطرابات أمنية من قبل جماعة بوكو هرام خلال السنة الماضية، وأن الحكومة قامت بجهود كبيرة في توفير الأمن للمواطنين وممتلكاتهم ومواصلة نشاطهم اليومي اقتصاديا وتربويا واجتماعيا في المنطقة.